من القاهرة معي ميرفت تلاوي، مديرة عام منظمة المرأة العربية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيدة ميرفت. كيف تتابعين هذا الموضوع وموضوع التفاعل معه؟ طبعا نتحدث عن حملة من تموز يوليو. على حال بشكركم لتسليط الضوء على مثل هذه الأحداث أهلا وسهلا بك. المؤسفة جدا طبعا، وبنحيي السيدات اللي بدأت الحملة بالتعريف للمرأة الأفغانية لحقوقها. أما عن معارضة المجتمع الرجالي لهذه الحملة، ده أمر يدل على تخلف واسع ضد حقوق المرأة وكيانها، وهل يتناسب مع قوانينهم ودستورهم ولا ما عندهمش قانون ودستور؟ أي أين السادة المسؤولين عن الدولة، وكيف يوافقون على مثل هذه الأمور؟ لأن ده انحطاط للمرأة واستعباد ليها. خاصة بأنه نتحدث عن يعني أولويات لا يجب الحديث عنها أصلا، يعني من بين ما يطالبن به حقهن في ذكر أسمائهن في الوثائق الرسمية. على أي حال سيدة ميرفت، اليوم هكذا محاولات يعني أن نبدأ بالهاشتاج خاصة بالزمن هذا وبهذه الحملة، إلى أي درجة ستكون مفيدة لهن في تحقيق ما يسعون إليه؟ ستكون مفيدة أكيد، يعني ستكون مفيدة. سيكون هناك منظمات أهلية من كل صوب وجهة تدافع عنها، لأنها مش مسألة دي من أفغانستان ولا من أي حتة، إنما دي حقوق أساسية لمواطنة تعيش على هذه البسيطة. يعني إزاي الدولة تواجه العالم الخارجي بهذا الكلام وهذا الفعل؟ وأيضا مفيدة لأنها يجب التصدي لمثل هذا الخرق لحقوق الإنسان وحقوق المواطن، وده نوع من الاستعباد، يعني نعم مش حرمان وخلاص، لكن انتشار مثل هذه الأفكار في القرن 21 ده شيء مؤسف وشيء مخيف، إنه تنتشر الدعوات بسرعة النهاردة بسبب الفيسبوك والوسائل الاجتماعية الجديدة دي. فلابد أن يكون هناك في نعم تضامن دولي وإقليمي ومن الدول العربية والإسلامية ضد هذا الكلام. أنا أشكرك يعني جزيلا من القاهرة، اعذريني إن تهوقنا، سيدة ميرفت تلاوي مديرة العامة لمنظمة المرأة العربية.